مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من الصباحيه الدوزام، وفيها اليوم في فقره نصائح في التغذيه قواعد ذهبيه لانقاص الوزن بشكل صحيح دائما رفقه السي نبيل العياشي. فقره بيئتنا دكتور فؤاد الزهراني مقترح لنا اليوم باش نتكلموا على حرائق الغابات والتدابير الاستباقيه لمواجهتها. فقره حدث اليد غادي نستقبلوا السيد يوسف العماري اللي جانا من مدينه مكناس باش نتعرفوا على التعاونيه ديالو المختصه في تربيه النحل وانتاج العسل. بداية بفقرة أمومة دائما رفقة الدكتور نادية مزيان، مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا مها، الحمد لله. الله يبارك فيك. دائما من المواضيع تنتكلموا فيها وغنبقاو دائما نتكلموا فيها لان الموضوع كان وباقي وغادي يبقى دائما، اللي هو المشكل ديال تكيس المبايض او لا متلازمه تكيس المبايض. دكتور مزيان، دائما ملي تنتكلموا على متلازمه ولا ان سندروم يعني تنتكلموا على ثلاثه ديال الاسباب الرئيسيه، ولا هما عوامل لان الاسباب اونتر بارونتيز يعني باقيه ما معروفاش. هنا تنتكلموا على لو سيندروم دي زوفير بوليكيستيك، تنتكلموا على سمنه، كنتكلموا على حب شباب، وايضا كنقدروا كنتكلموا على هرمون تستوستيرون او هرمون الذكوره اللي كيتنتج اكثر من الهرمونات الانثويه، ولا لا دكتور؟ فعلا هو سيندروم يعني مجموعه ديال العلامات اللي اشنو فيها؟ فيها الدورة الشهرية كتعطل، فيها العلامات ديال الهرمونات الذكورية زايدة اللي هي الزغب الزائد، وبعض الحالات كيكون حب شباب، وفيها الشكل ديال المبايض في ليكوغرافي في الفحص بالصدى. إلا عندنا جوج على ثلاثة هاد العلامات ولا ثلاثة على ثلاثة، غنقولوا هاد البنت ولا هاد السيدة عندها متلازمة المبيض، تكيس ديال المبيض ولا المبايض المتكيسة. دونك غادي نعطي واحد التذكير بسيط كيفاش المبيض العادي كيشتغل دغيا دغيا ما نتعطلش. دابا ولينا كنعرفوا الرحيم وفي الجناب ديالو كاين المبيض الايسر والمبيض الايمن وحداهم القرون. ملي المبيض كيشتغل مزيان كيعطينا دورة شهرية كل 28 يوم يعني عادية. وكتكون إبادة في المبيضين المتكيسين ولا لو سيندروم ما تتكونش هذه المسألة، هذه كيكون مشكل في الإبادة. يعني إما الإبادة ما كايناش كنسميها بالفرنسية أنوفيلاسيون ما كايناش، أو لا إبادة اللي غتكون في واحد الوقت معطل وربما ماشي في الغالب ما غتكونش إبادة جيدة. اذا ما كايناش اباضه، ما كايناش خصوبه، ما كاينش حمل، ما كاينش حمل. دونك هذا هو المشكل، وهذا المشكل ديال المبيض نتكلموا عليه من الزاويه ديال الخصوبه. دونك الا ما كانش اباضه ما غيكونش حمل. دونك خاصنا نتاكدوا ان هاد السيده ولا هاد البنت عندها هذا المشكل، حيت كاين امراض كتشبه هذا المشكل. هنا باش نوصل للتحاليل اللي غادي ضروري تكون باش نعرفوا ان البنت ولا السيده عندها هذا المشكل. علاش كلمت بنت ولا السيده؟ حيت يقدر يكون عند المراهقه، ويقدر يكون عند السيده اللي وصلت اللي عندها المشكل ديال سن الزواج ولا السن يعني كتحمل واللي وصلت للحمل وعندها صعوبه في الانجاب. دونك هذا المشكل هذا غنشخصوه بسهوله كما قلت، العلامات الدوره الشهريه كتعطل الى اخره، وخاصنا نبدا في العلاج قبل ما يتطرح المشكل ديال الخصوبه. حيت لو وصل مشكل الخصوبه خاصنا نعالجو ضروره من التشخيص المبكر. التشخيص المبكر علاش؟ باش نتجنبوا، حيت هذا المشكل ديال المبيض المكيس فيه بزاف ما يتقال، بزاف بزاف بزاف، باش غنبقاو في الزاويه ديال الانجاب الخصوبه. نعم. دونك الا عالجناه دغيا البنت ما غتوصلش للمشكل ديال الانجاب. شنو هي هاد عالجناه دغيا؟ واش مع البلوغه دكتور؟ اولا حتى السيده اللي غتفكر تزوج ملي كيبداو العلامات، يعني الدوره الشهريه كتعطل ما غاديش نبقى نتسنى، غنمشي لعند الطبيب باش نعرف فين هو المشكل. حيت يعني مع البلوغ ديال البنيتات ماشي في السنه الاولى مثلا، لا السنه الاولى عادي ان المبيض على ما يولى لو سيكل غنقولوا بدا يتقاد. فوالا الى المبيض يعني ما اشتغلش غيعطينا العلامات. الدوره الشهريه معطله، كاينين بنات كتجيهم في العام جوج حتى ثلاثه المرات في العام. دونك هنا خصنا نمشيو لعند الطبيب باش يعطينا التشخيص. دونك ها العلامات الاولى. كاين البنات اللي غيجيهم المشكل ديال الزغب الزائد، كاين البنات اللي غيجيهم المشكل ديال حب شباب، عاد كاين البنات اللي غيديروا المشكل ديال الوزن، حيت هذا المشكل ديال هذا المبيض المكيس فيه بزاف ديال الاشكال. كاين البنات اللي عندهم مشكل الوزن، كاين اللي ما عندهاش مشكل الوزن بالعكس عندها مشكل ديال النحافه. يعني خصنا نشخصوا المشكل كيف ما كان الوزن ديال البنت ولا ديال السيده. التشخيص راه سهل. دونك الدوره الشهريه كتعطل،
عندنا العلامات ديال الهرمونات الذكوريه وكنديروا ليكوغرافي التلفازه باش كنشوفوا الشكل ديال المبيض. كاينين شي تكيسات واش كاين كيفاش داير الشكل ديال المبيض؟ الشكل ديال المبيض المكيس باين في ليكوغرافي. نعم. الحجم ديال المبيض كيكون كبير وكيكون فيه بزاف ديال البويضات. ولكن علاش مشكل الاباضه كيكون؟ علاش؟ حيت كيف ما قلت في البدايه ديال الدوره الشهريه المبيض المكيس فيه مشكل باش ديك البويضه اللي غادي توصل حتى للاباضه ما تتوصلش كتوقف. حيت كتوقف علاش؟ العوامل اللي ديال المبيضين وكاين حتى الافرازات الهرمونات ديال الدماغ حتى هي داخله على الخط. دوك يعني كيكون خلل مزمن اللي كي هرموني. كتكلم على البرولاكتين هنا ملي كتكلم على الدماغ دكتور؟ لا البرولاكتين لا 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 هنا كيكون خلل مزمن. دونك خصنا نعرفوا الهرمونات كيفاش دايره. دونك شنو تنديروا؟ فحصنا البنت ولا السيده درنا لها ليكوغرافي وطلبنا التحاليل ديال الدم. تحاليل الدم مهمه باش نشوفوا كما كنتكلموا على لو بروفيل هرمونال، حيت كل بنت وكل سيده عندها ان بروفيل هرمونال اوفاريان وكنعرفوا لاكس بين الهرمونات الدماغ والهرمونات المبيض والهرمونات ديال الغده الدرقيه. نعم. والهرمونات ديال لي سورينال. لي سورينال هو غدد فوق الكليتين حتى هما خصنا نعرفوا ياك ما فيهم مشكل، حيت كاين مشاكل ديال هاد لي سورينال اللي كتعطي كتشبه العلامات ديال المبيض المكيس. دونك هنا فين الدور ديال التحاليل الهرمونات اللي كيطلبوهم الاطباء في البدايه ديال الدوره الشهريه كتعطينا اشنو واقع في هذا المشكل المبيض المكيس. اشنو كنلقاو في البدايه ديال الدوره الشهريه؟ كنلقاو الهرمونه اللي كتفرز في الدماغ لايلاش كنلقاوها مرتفعه بالنسبه للايفيساش، يعني لو سينيال هرموني ديال الدماغ ما مقادش، الوغ كو منطقيا لايلاش كنلقاوها نازله على 10. نعم. وكنلقاوها قل من لايفيساش، دونك ها المعلومه الاولى لايلاش كنلقاوها طالعه. طالعه. كنلقاو لا تيستوستيرون والهرمونات الذكوريه كنقدروا نلقاوها طالعه. وكنقلبوا على لا برولاكتين هي الهرمون ديال الحليب حتى هي خاصنا نقلبوا عليها باش نشوفوا ياك ما تكون طالعه. حيت في الطب كيقدر يكون مشكل واحد كما كيقدروا يكونوا بزاف المشاكل. دونك المشكل الواحد باين ما كنقلبوا على المشاكل الاخرى يعني بوغ سيغني يعني لو كا ولو بروبليم كامل. نعم. باش نعرفوا بالضبط الغدد ديال البنت ولا ديال السيده كيفهم. نعم. كنقلبوا على لا برولاكتين ياك ما تكون طالعه. نعم. وكنقلبوا على لي سورينال كما قلت الغدد اللي فوق الكليتين ياك مات هما فيهم مشكل. دونك احنا طلبنا هاد التحاليل غادي نعرفوا واش المبيض بوحدو اللي عنده المشكل يعني داخلين دابا في النطاق ديال لو سيندروم دي زوفير ميكرو بوليكيستيك اولا كاين هذا المشكل ومعاه مشاكل اخرى. هنا غادي نوصلوا باش ما نوصلوش للمشكل ديال الانجاب خاصنا نعطيو علاجات بالجمع، وهذو هما لي زاكس. لي زاكس يعني التوجهات بالنسبه للعلاج ولا العلاجات ديال هذا المشكل ديال تكيس المبيض. فيه نمط العيش السليم يعني نحاربوا السمنه، دونك هنايا كيدخل اخصائي في التغذيه وكنعطيو ادويه اللي كتساعد كمساعده باش المبيض يشتغل. المنشطات يعني للمبيض؟ لا مازال. لا انت باقي ما وصلناش. مازال عاد كنوصلوا المنشطات المبيض، ولكن هنا كاين واحد النقطه حيت الانجاب كنشوفوا مدى استعجاليه حيت على حسب السن ديال السيده وفي نفس الوقت كنشوفوا ياك ما كاينين مشاكل اخرى ديال الانجاب، يعني ماشي كنبقاو مركزين على المبيض، كنشوفوا الماني ديال الزوج، كنشوفوا القرون واش خدامين، يعني كنكملوا الفحوصات. انا سام بيلون اللي فيه المراه والراجل. نعم. بجوج. عارف الخلل منين؟ وعلى حسب الاستعجاليه، حيت في بعض الحالات كيكون السن فات 35 سنه. دابا راه عرفتي دابا تا سن الزواج يعني تقدم يعني. وكنحاولوا ما امكن ما نزيدوش في الضغوطات النفسيه على الازواج، حيت الازواج هما كاينين في هذا المشكل ديال الانجاب كيجعلهم كيكونوا في ضغوطات نفسيه معروفه. اكيد دكتور دي فوا تلقى ما عندهم حتى مشكل بجوج، يقول لك بروبليم دو كومباتيبيليتي، بروبليم دو كومباتيبيليتي هي المشكل ياك ما كاين حتى حاجه، لا راه انتم راكم ماشي كومباتيبل دي فوا. وبعض المرات تيقول لهم يا شوف ينسى خرج الحباله من دماغك، صافي نسى وعيشوا حياتكم
وسبحان الله حتى ربي تيسر. هذه كتكون في المشكل الانجاب بدون سبب واضح. ليزانفيرتيليتي انكسبليكي ولكن من بعد هذه انكسبليكي هي راه صغارت حيت اتضح ان من بعد لكم شي حوايج اخرين حوايج كثير نقدروا نناقشوهم في موضوع اخر. يعني ما كنبغوش نزيدوا من الضغوطات النفسيه على الازواج حيت في بزاف الحالات نمط العيش سليم والنقص ديال الوزن اش كيوقع للمبيض؟ كيستأنف العمل ديالو اباضه حمل. دونك كيجي السيده حامل الا ما طبيعه الحال موقعش حمل هنا كنوصلوا لمنشطات المبيض اللي عندهم دور مهم باش المبيض يشتغل ويوصل لنا البويضه تتنضج. حيت ملي كتكون البويضه ناضجه هذيك البويضه هي اللي كتولي قابله للتخصيب. نعم. باش كيكون عندنا حمل. اذا قلنا البويضه الناضجه قلنا هي اللي قابله للتخصيب دكتور ياك فعلا. وهنا نعم. برنامج علاجي للمساعده الطبيه للانجاب اللي في الحقيقه راه موضوع طويل. نعم. اللي ربما غادي نخليوه للاسبوع المقبل ان شاء الله نديروا تسجيلات الموضوع لانه موضوع مهم جدا وكيجمع كيهم جميع السيدات وحتى الرجال حتى هما. شكرا لك دكتور مزيان على التوضيحات اللي قدمتي لنا. مشاهدينا نمر لحظه الفقره تحنت اليد. سي يوسف العماري السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا. شكرا على حسن الضيافه. مدينه مكناس. مكناس. نعم. اذا جيتينا باش تعرفنا على التعاونيه ديالك المختصه في تربيه النحل وانتاج العسل. ياك نتعرفوا اكثر على التعاونيه ديالك. مرحبا. التعاونيه تاسست في 2019 بدات الخدمه ديالها وكانت عندها تجربه قبل ودخلنا للتعاونيه باش نحاولوا نسوقوا المنتوج المغربي. نعم. بطريقه كما تشوفوا. وباش اذا التعاونيه اللي بديتوها في 2019 وكنظن ان قبل غادي يكون كانت عندكم يعني تجربة. فكره او تجربه على تربيه النحل. واش يعني في المنطقه عندكم النحل موجود اللي خلاكم تفكروا انكم ديروا التربيه ديالو والانتاج ولا هكا يعني فكره جاتك انت وبديتي فيها في اطار التعاونيه؟ فكره كانت قبل وكاين النحل موجود وبالطبيعه باش اللي تتساعد النحل باش يتكاثر باش ما يمكنلكش باش تنتج العسل. نعم. دونك ما كاينش كنسمعوا انه يعني ان النحل يعني نقص العدد ديالو في هذه السنوات الاخيره واش بصح ولا مازال عندكم انتم النحل في المنطقه؟ كانت واحد الفتره اللي كان وقع فيها هذاك المشكل ولكن الحمد لله الان النحل تكاثر وكاين الخير الحمد لله للمغرب اللي يحصل على كميه ديال العسل وكل انتاج ان شاء الله. فالعسل انواع ياك كل انواع يوسف. نعم. شنو هما انواع العسل اللي كتنتج التعاونيه ديالكم؟ كاين الكاليبتوس كاين الليمون كاين الخروب. دابا بشويه علينا الكاليبتوس الليمون الخروب اكيد كل واحد عنده المنافع ديالو والاستعمالات ديالو. انا اللي عارفه باللي عسل الليمون مزيان لوليدات الصغار مثلا في الشتاء والبرد وهذا من اجل يعني المقاومه ديال الانفلونزا. عسل الليمون والكاليبتوس والخروب هادو هما والاعشاب هما اللي يمكن لهم تناولهم الوليدات الصغار. بالنسبه للناس الكبار كاين الزعتر كاين الدغموس كاين البخنو كاين السدره يعني كاين الانواع كاين منتوجات اللي مفهوم. دابا ملي تنتكلموا على عسل الخروب عسل الليمون عسل حنا زمان ما كانش هادشي كان العسل الحر والعسل ديال 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 السكر اللي كيتصاوب هكا يعني في المنازل. فملي تنتكلموا على عسل الليمون عسل الخروب دابا قلتي لي عسل البخنو انا ما عمرني ما سمعت ما عارفه البخنو شنو هو. واش هي النحله يعني تتغذى على هاد المواد هادو؟ على هاد الشجره هاد. نعم مفهوم. حنا تنهزوا الخليه في صندوق وتنسافروا بها للمنطقه اللي تتكون تتواجد فيها ديك الشجره ديال البخنو باش يعطيك داك العسل ديال البخنو بوحديته. نعم. والمذاق كيختلف يعني على حسب شنو علاش راعيه النحله. لا المذاق ديال البخنو تيتميز بالمروره ديالو. مر. يمكن الدغموس اظن اكثر مروره اكثر كثر ديال الدغموس. الفرق بين الدغموس وساسنو الدغموس حار وبخنو تكون فيها المروره ديال. نعم. واخا شنو هما الاستعمالات ديال هذا العسل؟ واش غادي نشريه حيت انا بغيت نشريه ولا مثلا تيفيدني مثلا في شي مساله على حسب النوع؟ نعم كاين الليمون والكاليبتوس والخروب والاعشاب مزيان الوليدات الصغار يتناولوهم مع كاس الماء يوميا وكاين الزعتر يوميا ولا في الوقيته ديال اللي كيكون مثلا البرد؟ اكثر بالنسبه لوقت الحال البارد تيكون مزيان احسن كاع. وكاين الخروب حتى هو مزيان الوليدات الصغار. كاين الزعتر والسدره. السدره تتميز بالجهاز الهضمي والزعتر الجهاز التنفسي. كاين الخرو بخنو والدغموس مزيان السكر
مزيان الناس السكر اكثر يا بخنو تيكون شديد المروره تيكون مزيان صحاب السكر والدغموس كذلك. الدغموس اللي معروف بالضغط ديالو يعني المر ولا الحار يعني ماشي الكل كيقدر يستحملو ولكن هو مفيد للصحه. الميزه ديال بخنو انه مر والدغموس تيكون حار. هذا هو الفرق بيناتهم. وكل عسل كاين اللوغو ديالها والمذاق ديالها. نعم. تتخالف باللون ديالها والمذاق ديالها. وشنو اللي تتمشى اكثر يعني بالنسبه لانواع العسل اللي تكون في المنطقه تما؟ العسل اللي تتمشى اكثر هي اللي تتناول يوميا. تكون الحلو. بحال دابا الكاليبتوس والليمون والاعشاب هذو اللي تتناولهم الناس يوميا. نعم يعني المذاق ديالهم الحلو يعني اللي تيقدروا ياكلوه. كاين اللي تيديروا في بلاصه السكر مع اتاي مع قهوه يعني بحال هذا تيحليو به. تيحليو به الناس اللي تكونوا تيبغيو يديروا سكر طبيعي تيستعملوا العسل. العسل ما كاين ما احسن. كاين ما احسن. اذا رجعوا لنا التعاوني ديالكم السي يوسف انتم شحال ديال الناس كتشتغلوا في التعاوني؟ التعاوني خمسه الاشخاص. ثلاثة ذكور وجوج إناث. نعم كلها يعني والمهمة ديالو. كلها مهمة الإناث تيشتغلوا في تسويق المنتوج وتتمين وتسويق المنتوج. نعم بالنسبة للتسويق كيفاش كتسوقوا العسل ديالكم؟ التسويق عبر الموقع الإلكتروني. نعم الإنترنت. في فيسبوك انستغرام. ومعارض متنقلة. يعني تدير كتشاركوا في معارض واش معارض متنقلة ولا كيكونوا معارض اللي فيكس كمثلا في فضاءات عامة وكتشاركوا فيهم؟ الأغلبية المعارض متنقلة. معارض متنقلة. هما اللي تشاركوا فيها. وأكيد أن هناك إقبال على العسل الحر الطبيعي ما كاينش أحسن منه. المنتوج تيذوقوا العسل تعجبهم تياخذوها. إيوا الحمد لله الحمد لله. السي يوسف واش عندكم يعني شي مشاكل؟ المشاكل هو يعني كاين مشكلة هي كاين تتنافس العسل مستوردة من برا هي اللي تتنافس المنتوج المغربي. حنا بغينا نوصلوا المنتوج المغربي للمستهلك المغربي باش عارف الميزة اللي تتميز بها العسل المغربي. يعني انتم باقي ما تتقوش مسألة ديال التصدير يعني يعني فقط يعني كيتم تسويق العسل ديالكم هنا محليا في المغرب. محليا غير في المغرب. نعم ولكن هناك اقبال الحمد لله. كاين الاقبال الحمد لله. اكيد. بقى لي غير نشكرك السي يوسف لانك جيت هنا من مدينه مكناس. كنتمنى لك ان شاء الله مسيره موفقه في العمل ديالك ومسيره التعاونيه ديالكم ان شاء الله. مشاهدينا نمر اللحظه الفقرات باذن دكتور زهراني السلام عليكم. اهلا وسهلا. دائما كتجينا بمواضيع الساعه مواضيع اللي مهمه جدا تتخص البيئه ديالنا واليوم غادي نتكلموا على الخطه الاستباقيه اللي عملها المغرب من اجل مواجهه الحرائق بالضبط حرائق الغابات فكل ما كترتفع عندنا درجات الحراره كنفكروا في هذه المساله ديال الحرائق حرائق اللي يعني هلكت لنا واحد المئات او الاف الهكتارات خصوصا بالنسبه للمناطق الشماليه طنجه الحسيمه ايضا وطنجه الحسيمه اظن هما الاكثر كانوا الاكثر يعني تضررا بالحرائق واللي شفنا ان هذا المنتوج البيئي يعني كيتضرر للاسف فكان الموالاه بد اننا يعني نفكروا في واحد الخطه استباقيه باش نواجهوا هذا المشكل هذا قبل ما يوصل الصيف. وهادشي علاش بغينا نتكلموا معها حنا على بعض النصائح اللي يخليو ربما يكون واحد التاهب واستباق لهاد الحرائق اللي الله يستر ما بغيناش تكون. ولكن مع هاد الارتفاع ديال درجات الحراره وخصوصا ان الموسم ديال الصيف ولا تيبدا بكري يعني وشفنا حتى في شهر يعني جوج ثلاثه اربعه فدرجه الحراره كانت مرتفعه. ارتفاع ديال درجه الحراره تيخلي ان الرطوبه تتنقص من الجو تيخلي ان النباتات تتقبس تيخلي انه تتولي قابله للاشتعال ويعني سهله باش تشتعل يعني فوض ما تيكون عندنا واحد الغطاء النباتي اللي خضر وما يساهمش وما يساعدش على الاحتراق تيولي كاع الظروف مهيئه الله يستر باش الا كان لا قدر الله كان شي حريق فتتكون يعني كارثه كبيره. مي قبل بغيت غير نهضر معاك يعني مي تنشوفوا مثلا المفوضيه الاوروبيه تتقول لك بان في 2023 اكثر من 500 الف هكتار في العالم مشات يعني تدمير الغطاء الغابوي يعني ماشي فقط على مستوى البلاد لا 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 العالم كامل راه دابا حنا في يعني في الباسان ديال البحر الابيض المتوسط مولفين يعني ماشي اول مره غتجينا العافيه مي شوفي الدول ديال الشمال ديال اوروبا ما كانوش مولفين العافيه لان مع التغيرات المناخيه ولا تتشعل حتى هما عندهم حرائق دوك ولاو تيقلبوا على التجربه ولاو تيجيو على حلول يعني نعم ديال البحر الابيض المتوسط اللي الله يستر مولفين. اذا 500,000 تتمشي في العالم مي تنشوفوا حنا الارقام اللي تتعطينا مثلا ديك المنظمه ديال جلوبال فورست واتش قالت لنا في 21 عام 22 عام الاخرى حتى 2022 مشات لنا في المغرب اكثر من 54 الف هكتار
في هذا 54 ألف هكتار 25 ألف هكتار كلها مشات لنا في العافية يعني في الحرائق. إذن هنا تولي مشكل اللي زيادة على التغيرات المناخية زيادة على الجفاف نعم. ما بغيناش تزاد عندنا واحد الأزمة أخرى وهذه الأزمة اللي الله يستر يعني في هذه السنوات الأخيرة حتى إلى جات فتتزيد تأزم لا من وضعية الفلاح ولا من وضعية البلاد ولا من وضعية النسيج الغابوي والغطاء الغابوي والملك الغابوي والدور ديالو حماية البيئة يعني كنخافوا الأشجار ديالنا وخاصة بلي أن يعني النباتات اللي تحرقت كانت نباتات ثانوية يعني ماشي وخا وخا ولكن تنهضروا على أشجار, أشجار. نعم. إذن هنا فين خاصة هذه الخطة ديال التأهب والاستباق وحنا تنشوفوا بأنه ما هي هذه الخطة وشنو كتضمن هذه الخطة دكتور يعني هذه الاجتهادات بغينا نعطيو بعض النصائح لأن رجعت تنشوف كاين واحد المشروع قانون مشروع قانون اللي هو 21-22 وهذا المشروع قانون اللي نتمنى يخرج يعني بسرعة الوجود مشروع قانون ديال الغابة اللي تهدرنا على هذه الحرائق في المادة التاسعة ديالو تحدد لنا بعد أصلا الموسم ديال الحرائق خاصة تحدد الموسم ديال الحرائق ففي مشروع القانون تقولنا من شهر 6 حتى الأكتوبر يعني 31 أكتوبر شهر 10 ولكن هذا ولكن راه قد يكون قبل حنا تنتكلموا على شهر 5 شهر 4 شهر 3 فيعني القانون تيعطي هذا يعني هذا الفليكسيبيليتي باش يكون مثلا نقدو بواحد القرار اداري ولا يولي هذا الموسم ديال الحرائق اكثر مي تنقولوا تنحددوا الفتره ديال موسم الحرائق وهنا خاصنا نديروا التدابير التدابير قبل. هي قبل يعني تشديد الحراسه الله يحسن العوان ديال الناس اللي في المياه والغابات الملك الغابوي كثير وهذوك الناس اللي تيسهروا على الحراسه فخاص التقويه ديال هذه الحراسه لانه خاص يكون في القمام ديال هذا اكيد الترياج باش هما يشوفوا فين غيكونوا باش يشوفوا عندهم واحد الرؤيه الا كان دخان غادي يعرف بانه عافيه باش يعلم يعني الناس اللي معاه وخلموا ولكن ميزانيه هذه دكتور الزهراني طبيعه الحال راه ما سهلاش راه حنا تنهضروا وتنقولوا الحرائق ولكن راه الله يحسن العوان راه اللي تعرف شنو هو حريق هو الناس اللي تيكونوا فيه الناس راه يعني توفوا فيها دكتور صافي بطبيعه الحال ياك جاوا باش يطفيو وتوفوا قيل جوج ثلاثه الاشخاص غير السنه الفارطه نعم شوفي ملي تشوفي دول كبيره بحال استراليا ما قدرتش تسيطر على حرائق ديال الغابات ملي تشوفي دول بحال اليونان كانت عندها كوارث كبيره في 2023 الى العام اللي فات ملي تشوفي دول بحال المانيا دول يعني اوروبيا اسبانيا شفنا غير جزر الكناري العافيه اللي كانت عندهم يعني راه حنا ماشي بوحدنا ولكن التجربه اللي عندنا في المغرب فتتخلينا انه مزيان تنقصوا عندنا يعني عندنا امكانيات تنتكلموا على الكندا المغرب من الدول القليله في العالم ويعني في افريقيا اللي عندنا هذه الطائره كاينه ولكن ملي تنتكلموا على الجفاف فخاص هذيك الطائره تلقى هذاك الماء ملي تيكون مثلا الحريق في يعني في السواحل فسهل انه تهز الماء من البحر وتمشي ولكن ملي يكون عندك في الداخل منين غتجيب هذا الماء السدود هي ناشفه البحيرات قليله اذا كاين واحد الاكراه هذا الاكراه شويه يعني صعيب. تيخلي انه فوالا نعم. تيخلي يعني انه هادشي باش نتكلموا حنا ما بغيناش تشعل العافيه بغينا تشديد الحراسه بغينا التوعيه ديال الناس اللي ساكنين حدا المخيمات والمخيمات اللي كيتداروا في الغابه خاصها تمنع في ديك الفتره الاصطياف لان ما يمكنش تبقى تجي ودير مخيم دابا الغابات جيت افران وهذا كنشوفوا الاقبال عليهم كثير ولكن تجي ولكن ما تجيبش المعدات باش دير انت باربيكيو وعاد باغي دير الشوا في الغابه ومخلي دارك لا سمعت حتى الناس اللي كيجيبوا الاواني ديال مثلا القرع ديال الدجاج وهذا حتى هما من يعني من المواد القابله للاشتعال ما تخليهاش لان تكلمت لك على العوامل اللي تتكون انه تتنشف الهواء تنشف يعني النباتات تتقبس وتتولي سهلة للاحتراق يعني علاش الدجاج لان تتعرف داك لالوب داك المكبر تي كونسونطري الاشعه ديال الشمس فهكذاك الدجاج تي كونسونطريها ويقد يكون الاحتراق وحنا تنعرفوا بانه في الاحتراقات اللي كاينه واحد 15% اللي تتكون ذاتيه 85% مفتعله وبفعل فاعل وهنا تنرجعوا للناس وتنقول لهم الله يهديكم تقوا الله راه كاين اللي تيقول لك لا راه حنا غاديين غير نديروا باربيكيو ونجمعوها سيدي علاش باغي دير داك باربيكيو في وسط الغابه خاصها تمنع هاد المسائل هذه ياك الناس اللي حدا الملك الغابوي حتى هما خاصهم يردوا البال خاصهم يتوعاو ما يمكنش يشعل هو ساكن 200 متر ولا 300 متر على الغابه وتيستافد من الغابه لان تيدير الراعي في الغابه وتا هو وتيدير دي زاكتيفيتي معني وكاين اللي تيبغي يمشي يبقى يدير الفخر حدا الغابه هضرتي مع السي جعفر على العسل وهذه هي الفتره ديال تخرج العسل يعني 6 و7 وتتمشي حتى لاكتوبر فبطبيعه الحال تيستعملوا النار باش يجريو الدخان على النحل فخاصهم يردوا البال وعني في هذه الفتره علاش نقول لك انا خاص تحديد
موسم الحرائق تمنع فيه بزاف ديال الحوايج اللي تخلينا ما ندموش في الاخر. وعاد نتكلموا على المجهودات، وفي المجهودات ملي كاينه تجديد الحراسه فكاينه ايضا يعني يكونوا واحد التنسيق مع الوقايه المدنيه. نعم. لانه خاص يكونوا نقاط قريبه وخصو الاشتغال يعني يكونوا مع بعضياتهم بطبيعه. نعم. الحال شوف هضرتي على 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 التاهب والخطه، راه المياه والغابات راه عارفين بزاف د الحوايج ودايرينهم. ملي تنهضروا على دوك لي بيست اللي كاينين في الغابه، راه ملي تمشي للغابه تلقى طرقان. علاش؟ لان تسهيل الممر ديال الشاحنات لا قدر الله، الا كان شي حاجه. وتيديروا حتى داك الديفريشمون يعني المسالك الغابويه، تيديروا واحد المسالك اللي تفرق. مثلا عندك هكتار، هذاك الهكتار خاصك دير فيه مسالك باش تفرقوا. لا قدر الله شعلات العافيه فيمشي غير واحد الربع، ما يمشيش الهكتار كامل، لان ملي تتفرق فتتخلي انه يعني العافيه ما تنتشرش. وشفت يعني طرق في دول اخرى مثلا الاسبان اش يديروا؟ تيديروا ديك الحرائق المفتعله، تيجيو قبل من موسم الحرائق وتيديروا الحرائق المفتعله باش يشعلوا العافيه. يشعلوا العافيه في ديك اللي قابله يعني ماشي في الشجر، في النباتات، وتيخويو دوك المسالك باش ديك المسالك تكون خاوي يعني لا قدر الله كانت شي حاجه يعني فاسيل ما تقدرش تخلو. ما تكونش ديك لا كونتينيتي، الاستمرار ديال الحريق. وعاد ما نتكلموش على على يعني طرق، راك هضرتي معايا في راه اكيد راه هو السؤال يعني سمعت مؤخرا باللي كاينه واحد الخطه اللي تعتمدت على اللي اعتمدوا فيها عفوا على الذكاء الاصطناعي، فواش يعني عندنا نصيب ديالنا حنا كمغاربه من هذه الخطه هذه؟ شتي حنا الا درنا غير هذا الشيء اللي خاص يكونوا التوعيه ديال الناس فديجا غادي نقصوا بزاف ديال الحرائق. ملي تتكلم على الدول الاوروبيه بطبيعه الحال قلت لك الدول الاوروبيه دابا بزاف سيرتو في الشمال ديال اوروبا يلا حتى يكتشفوا ما كانوش مولفين. دونك تيديروا هاد لي سيمولاسيون بهذا الذكاء الاصطناعي. شفت انا مثلا تجارب في المانيا، شنو تيديروا في المانيا؟ تيديروا دوك لي ديتيكتور يعني كاشفات الحرائق، ولكن تيجي وخاصها تكون عارفه شنو النوع ديال واش بحال اللي كاين مثلا عندنا هنا في لي سوسيتي هما نفسهم. غير باش ديرها في غابه ما سهلاش اكيد، خاصها طاقه شمسيه، خاصها يعني تكون مادابتي، خاصها تشم ذاك ثنائي اكسيد الكربون اللي تيكون في الاول. عاد يعني خاص بزاف ديال اللوجيستيك يعني تيجربوا فيها. ولكن حنا راه عندنا قلت لك راس مال اللامادي والبشر ديالنا. يعني الانسان ديالنا راه الا كان الانسان واعي وتيحبس ما يخليش انه تكون ديك الحرائق المفتعله. نعاونوا دوك الناس الحراس ديال الغابه اللي تحيه لهم كبيره، راه الناس راه كاين اللي تبقى تيبات في الغابه يعني حراسه مشدده اكثر من 24 ساعه وما تما يعني كاين مجهودات. حنا هاد الفتره هذه خصنا نكونوا واعيين بهذه المسائل هذه، لاننا غادي نحميو يعني واحد المنتوج اللي كينفعنا حنا يعني في حياتنا دو تولي جو. واش كاين شي حياه بدون اشجار؟ ما كاينش بدون نبات، ما كاين حتى حاجه. يعني هي الرئة، كيف ما قلتي هي الرئه ديال البلاد. نعي بضروره يعني حمايه الغابات ديالنا وبطبيعه الحال التقويه. نعم. ديال هاد لي سبوت ديال الاشهار راك رسائل توعويه، خاص الرسائل التوعويه. نعم. للناس للمجتمع المدني، خاص تكون مقاربه تشاركيه ما بين المواطنين المجتمع المدني وما بين المسؤولين باش انه نتكاتفوا باش ما نوصلوش حتى تشعل العافيه. ما بغيناش نشوفوا هذا العام الثاني. الله يستر ان شاء الله ما يكون الخير. دكتور زهراني كنشكرك على التوضيحات الجد مهمه اللي قدمتيها لنا. مشاهدينا نمر الان لاخر فقره نصائح في التغذيه. سي نبيل السلام عليكم، اخبارك؟ صحه لاباس؟ الله يبارك فيك. جينا اليوم بموضوع مهم، اولا بعض القواعد اللي هي ذهبيه باش نقصوا الوزن ديالنا بشكل صحيح. اكيد ان هذا الموضوع هذا غادي يخليني نفكر في هذوك الحميات اللي تتكون قاسيه. علاش انا قرب الصيف انا باغي نضعف؟ انا باغي ندير انا وغادي نمشي غندير الحميه اللي تبعتها جارتي ولا اختي. راه كل جسم راه عنده واحد الاليات باش كيشتغل. الجسم ديالي ما كيشبه الاخر، اللي الشيء اللي خيب في هذه المساله هذه هو انني إيه راه نقدر نوصل لذاك النتيجه اللي بغيت، ولاني باش من النتيجه نقدر انني نكون هلكت ما عرفت شحال من عضو. نعم. عندي. وحد ما نساوش لي في يويو، لان الجسم ديالي عنده ذاكره يبدا يستوكي ليا. انا نقصت الوزن ديالي من بعد نقدر نرد يمكن اكثر من دوك لي كيلو اللي نعم اللي خسرت. سينا هذا هو المشكله اللي معها. نعم. لان الاغلبيه تيردوا البال فقط للسمنه. علاش يردوا فقط المشكل السمنه؟ لانه شي حاجه اللي هي خارجيه
اليكستيريور تتبان، لان انا مثلا عندي واحد المرض معين نقدر الا ما قلتولكش الا ما عندوش اعراض خارجيه ما تعرفيش واش انا دابا مثلا الا فيا السكري ولا الا فيا ليبرتونسيون الا ما قلتها لكش ما غاديش تعرفي، في حين ان السمنه تتبان، يعني عندي زياده في الوزن او لا عندي سمنه يعني خارجيا الكل شيء تعرف بان راه عندك هذاك المشكل ديال السمنه ولا ديال الزياده في الوزن. أكيد. والمشكل اللي تيوقع هو الاغلبيه ديال الناس تيقلبوا على الحل السريع، يعني ضروري كيفاش ندير باش نطيح بالزربه لي ريجيم دراكونيان، وهذه اخطر حاجه يمكن لها تكون. أكيد. وهنا النصيحه الاولى اللي غنبغي نعطي للناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن، لان اول سؤال تنطرحوه لهذا الشخص اللي باغي ينقص في الوزن، شنو اللي خلاك تجي باش تنقص في الوزن؟ شنو هو السبب؟ شنو اللي مديرونجيك؟ حيت الا قال لك لا راه راجلي اللي قال لي، مرتي اللي قالت لي، ولدي اللي قال لي، لا راه حيت خالتي، هنا ما كايناش واحد الرغبه داخليه. ملي ما تتكونش هذيك الرغبه خارجه من الداخل، انا تنقول للناس بلا ما يبداو من الاحسن. لان ملي تكون عندنا واحد الزياده في الوزن راه ما تنديروهاش في سيمانه ولا جوج، في غالب الاحيان سورتو الا كان عندنا وزن كثير راه تيطلب اشهر ديال المتابعه. فإلا ما كانتش عندك واحد الرغبه من الداخل بلا ما تبدا، لان اصعب حاجه هي انك تبدا وتبدا تتغش بلا ما تحس وتجي تقراصك بانك ما نقصتي حتى شي حاجه، وهنا تدخل في واحد الحلقه مفرغه وتتستريسا تقول انا بديت الحميه وما عطيتش نتيجه. خاصك تكون نابع من عندي وعلى قناعه تامه انني خاصني نقص. اختمها اهم شيء والنقطه الاولى، شي نقدر نتعطل بشهرين بثلاث شهور بعام ما عنديش مشكل نقتنع، ولكن منين نبدا غنبدا على اسس اللي هي صحيحه. النقطه الثانيه، راه الهدف من انقاص الوزن ماشي هو انقاص الوزن، ربما هذا الهدف ديال الشخص، اما الهدف ديالي انا مع الشخص ماشي هو انقاص الوزن. الهدف ديالي هو اللي ذكرتيه قبيله، هو عدم ارجاع هذوك الكيلوات اللي غادي نطيح، لان سا سيغا غيان نطيح 8 كيلو ونرجع 23. سي ديفيسيل دو ستابيليزي سي. علاش سي ديفيسيل؟ ملي تطيح بالزربه. اما ملي تطيح انت المنظمه الصحه العالميه دابا شنو تتقول لك؟ تتقول لك ما خصناش نفوتوا ما بين نص كيلو حتى الكيلو في السيمانه او اكثر. ولكن ملي تجي انت وتطيح 4 كيلو في السيمانه سي نورمال غادي ترجع. دونك قلنا النقطة الثانية هي أنني ما نرجعش الكيلوات اللي غنطيح. النقطة الثالثة واللي هي مهمة وشرتي لها كذلك في المقدمة ديالك، هي أنني ملي غنضعف سور كيل ايتا جو في مي غوتخوفي ابخي، شمن حالة غنكون متواجد عليها من بعد؟ لأن باش نطيح في الوزن ولقى راسي من بعد عندي فقر الدم، ولقى راسي من بعد عندي نقص في الفيتامينات، ولقى راسي من بعد عندي نقص في الأملاح المعدنية، راه سا سيغا غيان. راه هاد الفيتامينات والاملاح المعدنيه راه هي اللي تتقلي من مجموعه ديال الامراض اللي بعض الاحيان هي اخطر واصعب من هذاك المشكل ديال السمنه. فوالا، دونك دابا حنا تنتكلموا على لا ميدسين بريفونتيف، تنتكلموا على التغذيه الدقيقه، على لي ميكرو نيوتريمون، مابقيناش تنتكلموا على الكالوريات. تنهضروا دابا على النانو نيوتريسيون، على مي با الميكرو دابا صغيره بزاف دقيقه جدا اللي عندها واحد هي واخا صغيره ولكن عندها واحد الدور كبير بزاف داخل الجسم ديالنا. دونك ملي تتجي انت وتتحيد واحد المجموعه غذائيه سواء النشويات سواء البروتينات سواء الدهنيات او لا بجوج بهم، تتحيدها ما تدخلهاش للجسم ديالك لمده ديال واحد الاسبوع جوج ثلاثه اربعه الاسابيع، يعني انك تتحيد مجموعه ديال المكونات اللي الجسم محتاجها، لان ما كاينش مكون غذائي في الطبيعه الجسم في غنى عنه، ما كاينش. وشو الله سبحانه وتعالى الامور كيفاش مقاده لاله معها، هو ان الاحتياجات ديالنا من هذه المكونات الغذائيه غاديه بالموازاه مع التواجد ديالها في الطبيعه. نعطيك مثال، البروتينات والسكريات والدهنيات اللي تنحتاجوها بشكل كبير متواجده في الطبيعه بكميات كبيره، تلقى مثلا الخبز فيه 55 غرام مثلا ديال السكر ديال النشويات، عمرك ما تلقى شي ماده غذائيه طبيعيه فيها 55 غرام ديال فيتامين سي، ما كايناش، لان الاحتياجات ديالنا بالفيتامين سي هي قليله، وبالتالي التواجد ديالها في الطبيعه هي قليله. ما غيمكنش الاحتياجات ديالي للبوتاسيوم مهمه لانها ماده اللي هي ديوريتيك، فعندي تقريبا 300 ميلي غرام 700 ميلي غرام 600 ميلي غرام في الطبيعه. الصوديوم اللي هو ماده ما تحتاجوهاش بشكل كبير التواجد ديالها في الطبيعه تلقاو 100 ميلي غرام، مده اللي هي قليله. دونك ملي تجي انت وتمشي ضد الطبيعه، بحال دابا كاين بعض الناس يقول لك مثلا انا غنحيد الدهون. الله اكبر، علاش؟ حيت راه الدهون تدخل في تكوين الانزيمات الصحيه، في تكوين ديال الهرمونات، في تكوين ديال مجموعه ديال الخلايا مهمه بالنسبه للخلايا الدماغيه، راه الجسم تحتاج للدهون الشعر، ولكن الفار يعني ملي تجي تحيدو تتخلق واحد الخلل داخل الجسم. ربما هذا الخلل ما غيبانش على المدى القريب، ربما يبان على المدى البعيد، ولكن هرستي واحد العاده ولا واحد الطريق اللي كان هو غادي فيه الجسم بشكل اللي هو طبيعي. دونك شنو هو الحل باش نكونوا عمليين باش ننقص في الوزن؟ الرغبه هضرنا عليها الاول،
الخطا اللي تيديروا الاغلبيه ديال الناس على لماها هو انهم تيربطوا مباشره بدء الحميه الغذائيه ولا البرنامج الغذائي بممارسه الرياضه. وهنا قبل ما يمارس الرياضه تتلقاه ما شافش طبيب المعالج ديالو، ما مشاش عند الاخصائي في القلب ديالو، وهو هذه 8 سنين ولا 10 سنين ما مارس الرياضه، وتيجي بين عشيه وضحاها وتيمشي وتيبغي يمارس الرياضه وتيبغي يتعاند مع واحد المجموعه. هنا مساله خطيره جدا. أكيد. فقبل ما نمشيو عند الاخصائي في التغذيه باش يعطينا برنامج غذائي، راه ضروري خصني ندوز عند الطبيب المعالج ونشوف واش الا مارست الرياضه ما عندي حتى شي مشكل بالنسبه للجسم ديالي. القلب ديالي. لان نعم. الناس تيسحب لهم راه ممارسه الرياضه راه ماشي مشكل، راه نخرج نتمشى ساعه ديال المكانه. لا سيدي، وانت في عمرك 60 عام ولا 70 عام ولا 40 عام، وهذه 20 عام ما درتي الرياضه وما تتمارسهاش، وثلاث سنين ما درتي التحاليل، راه ما يمكنش تجي بين عشيه وضحاها وتقرر نفسك. بحال في رمضان. ما يمكنش. كان الصباح باغي بغى الصباح باغي تريني. من بعد تنجيو تنتهموا بعض الاغذيه اللي هي اغذيه طبيعيه مهمه مفيده بالنسبه للجسم ديالنا، تتهموها بانها هي اللي تتزيد في الوزن. وهنا غنبدا بالماده الغذائيه الرئيسيه المهمه اللي بالنسبه لي انا كاينه في المجتمع المغربي واللي خصها تبقى حاضره في المجتمع المغربي اللي هي الخبز. انا ما تنفهمش اختي معها كيفاش هاد الناس تيجيو وتيقول لك خصنا نحبسوا الخبز وخصنا نحبسوا المرقه وخصنا نحبسوا الطاجين وخصنا نحبسوا العدس وخصنا نحبسوا البصاره. علاش اخويا؟ باش من حق تجي انت وتحبس لي اون باراليل الا يفو مونجي بيسكوت مع جود كيوي الصباح مع واش مي فاطمه بوب واش عيب غتاكل لك جود كيوي؟ نعم كاين واحد لا بوبولاسيون تقدر تاكلو، ولكن ملي تجي تعطي المغربي جود بومبلوموس في الفطور هذا راه ما داخلش في العادات الغذائيه ديالنا. الناس اللي قادرين يديروها اللهم يسير، ولكن علاش غنحبس انا الخبز الشعير على الشخص باغي يضعف؟ علاش غنحبس انا الطاجين؟ ما غنحبسوش، ربما غنغير بعد الاسس فيه طريقه الطهي يمكن بعض الامور اللي كاينه في الطاجين. غنقول للشخص الا غطيب واحد الطريف ديال اللحم ما ديرش فيه الشحمه، الا غطيب واحد الطريف ديال الدجاج حيد منه هذيك الجلده ديالو، الا غدير واحد الزويته دير غير واحد المعلقه حتى يطيب الطاجين زويته بلديه. ولكن علاش نجي انا نغير ليه؟ لا سير المفور والمبخر والمسلوق. علاش؟ اكيد تنساو بان هذيك المرقه راه هي المصدر المهم ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه. نقلل نوجهو في الاعتماد على على الكميه، غنشرح له الكميه ديال الخبز اللي خصو ياخذ، غنشرح له الكميه ديال زيت الزيتون اللي خصو ياخذ يوميا، ماشي نحبسها، ماشي نغيرها، ماشي نبدلها نهائيا. علاش غنجي نحبس عليه الكسكسو نهار الجمعه؟ علاش؟ راه نخلي هذاك الكسكسو ولكن نقول له غدير كسكسو ديال الشعير وغتهز واحد خمسه ولا سته المعالق ديالهم في الطبسيل وغتعمرو بالخضره ديالو وكل قرعه وكل خيزو وكل مفور ديالو. احسن طريقه باش تناول الخضر هي كسكس. اللي مهم اللي مهم انا لا ماها في هذا الشيء كله، نعم نبتعدوا على المقليات في الزيت لانها عامره بالسعرات الحراريه، نبتعدوا على السكريات الاصطناعيه، نمشيو للالياف الغذائيه اللي هي الشلاضه. انا ضد الناس اللي تيقول كل خمسه الخضر وخضر وفواكه في اليوم، انا ضد كل كثر خمسه الخضر والفواكه دارت اوروبا لان ما عندهمش لا ديسبونيبيليتي. حنا بلد فلاحي تبارك الله نمشيو لثمانيه نمشيو لسته نمشيو لسبعه نمشيو لثمانيه نمشيو لعشره ديال الخضر والفواكه في اليوم. الناس اللي باغيين يضعفوا ولا لا ماها خصهم يفهموا واحد المساله، انني باش نضعف حيت السمنه، انا ما تنهضرش على السمنه اللي جايه وراثيا او لا جايه من ادويه، تنهضر على السمنه اللي هي غذائيه غير فقط نقص بشكل تدريجي الكمية ديال الأغذية اللي غنية بالسعرات الحرارية تندخل الجسم ديالي، نمارس الحركة بعد الاستشارة ديال الطبيب المعالج، ونمشي للأغذية اللي تكون طبيعية واللي غنية بالألياف الغذائية. شنو هي الألياف الغذائية؟ الخضر، الفواكه، القطاني، الشعير إلى آخره. ما نجمعش ما بين النشويات في نفس الوجبة، وأفضل شيء يعني نتفادى الأخطاء الغذائية. نباعد ما بين الوجبات، يعني ملي غادي نفطر ماشي ضروري نتغدى، ولا كنت غادي نتغدى ما فيها باس دائما نبدا بالفواكه. أيه. عاد نمشي للطبسيل ديال الشلاضه اللي خصو يكون دائما حاضر في الغداء وفي العشاء عند هذاك الشخص اللي باغي يضعف. بهذه الطريقه شنو تندير؟ تنضعف بطريقه اللي هي تدريجيه كما قلنا 500 غرام حتى الكيلو في الاسبوع، تنضعف وانا تنجيب للجسم ديالي جميع المكونات الغذائيه اللي الجسم ديالي محتاجها. حيت دابا المشكل شحال واحد تيقول لك انا داير حميه غذائيه هي مزيان، ولكن ملي تناخذ الشيبس تناخذ الشيبس لايت وحيت الخبز شي مشكل فين عندنا؟ اولا تناخذ الشوكولا لايت وراني حيدت الخبز، هنا تيولي عندنا مشكل اننا تنتهم واحد الماده غذائيه. عذر كاين شي يقولوا عذر اقبح من ذنب ولا شي كنقولوا. هنا الخبز الابيض نعم حيدو، ولكن الخبز الشعير خليه. بغيتي تحيد
راه هذاك الشيبس راه واخا لايت ملي تجي تشوف راه تيجيب لك 500 سعره حراريه في كل 100 غرام. لا راه حيت هنا ومقلي. المشكل اللي عندنا هو اننا تنتهموا بعض الاغذيه اللي هي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا وتنمشيو لواحد الاغذيه اللي حنا ما عارفينش اصلا شنو فيها. الناس اللي باغيين يضعفوا اللي قارين واحد شويه دائما يردوا البال للسعرات الحراريه اللي عندنا في هذاك المنتوج. شحال فيه من السعرة الحرارية؟ نقرا ليتيكتاج. هذا الموضوع ليتيكتاج مهم وربما نديروا عليه حلقه الاسبوع المقبل. ضروريه مهمه. الناس اللي باغيين يضعفوا ولا ما خصهم يفهموا بان باش نقص في الوزن راه تطلب واحد المده، راه نهار على نهار على نهار على نهار على نهار باش نقص بطريقه صحيه. وخاصني نقص من الكتله الدهنيه ماشي من العضلات. ما خصنيش نحيد العضلات، خاصني نحيد الشحمه ماشي نضعف ندير واحد البرنامج غذائي اللي هو حاد اللي هو قاسي ديال كاين بزاف ديال الحميات الغذائيه باش نذكرهم باش ندور على يميك ونمشي نتريني ونقول راه الشحمه راه ذهبت هذاك راه هي الماء اللي تيخرج. هذا موضوع اخر. تندوروا الميكا على الكرش تنلبسوا هذاك اللباس اللي هو حار اللي عفوا ديال البلاستيك في درجه حراره اللي هي مرتفعه. الناس دابا تيخرجوا يديروا الحراره هاد الايامات الحراره مرتفعه وتيجوا ديال الحراره الرياضه ديالو ما بين 12 و2 هنا تتحيد فقط الماء. بالعكس منين تنكونوا تنديروا حميه لانقاص الوزن تنشربوا كميه كافيه من الماء على الاقل واحد 2 لتر في اليوم اللي خاصني نشرب. هنا تنمشيو كذلك واحد النقطه اخرى اللي هي مهمه اللي خص المعده دائما تكون عامره. داكشي علاش تنبداو بالفواكه وتنبداو بالتبصيل ديال الشلاضه. ما فيها بس انني ناكل خياره في الفطور، ما فيها بس انني ناكل مقطع خزوة وخياره وناكلها في الفطور ما عندي حتى شي مشكل. غير نبعد من الاغذيه الاصطناعيه، الاغذيه اللي فيها سكريات مخبأه والاغذيه اللي فيها دهون مخبأه وانا ما عارفش. ما ردتش اليوم البال. اكيد كنشكرك على التوضيحات اللي خارجه من القلب سي نبيل العياشي. دائما تبارك الله عليك. شكرا الله يحفظك. اذا تشغيل الاطفال وسؤال الحمايه الاجتماعيه موضوع الفقره القانونيه اليوم الغد رفقه استاذه خديجه الروقاني الصحه العامه دكتور بشرى غادي تكلمنا على الحساسيه الغذائيه. فقرات اخرى غادي نكتشفوها في حلقه الغد. الى اللقاء.